اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ماك ذا تك. شكرا كثير لكل واحد دعمني واشترك بالقناة لهلا. كان الهدف من هذه الحلقة انه نحكي عن باور بي اي، بس كل اللي عم يشاركوني واللي عم يطلبوا مني اشياء زيادة عن الاكسل، فقررت انه بدل ما اعمل حلقة عن باور بي اي نحكي شوي عن بعض الفانكشنز اللي بيستعملهم قلب الاكسل، واللي هني فانكشنز كثير عملية. يمكن كثير منكم ما بيعرف انه هالفانكشنز بيقدروا يعملوا هالشيء. ولنطور مهاراتنا بالاكسل، هيدي الحلقه حتكون سلسله عن كثير فانكشنز حنحكي عنها وكيف هالفانكشنز فيهم تريكس وتيبس يمكن ما حدا منكم منتبه لها او تستعملوها بس بالتريفيال واي. اليوم حاحكي عن فانكشن كثير ناس بيستخدموه بس كسم برودكت. سم برودكت هو فانكشن كثير معروف بالاكسل، وسم برودكت هو فانكشن كثير بنستعمله بالاكسل، بس ما بنعرف انه في بقلبه نستد كونديشنز، او فينا نحط بقلب هيدا الفانكشن كونديشنز لنقدر نوصل لاشياء كثير يمكن انتو ما جربتوها او ما استخدمتوها. خلينا نشوف هالفانكشن. حنروح على الكمبيوتر وحنمشي بسلسله خطوات، حنستعمله ككاونت اف، حنستعمله كسم اف اس، حنستعمله كسم برودكت لكونديشنال سم برودكت. بتشوفوا هلا اشياء كتير حلوة. يلا على الكمبيوتر. جينا على الكمبيوتر to begin with the end in mind mastering some product. usually عادة some product شو بتعمل؟ هي بتضرب رقمين مع بعض وبتجمع رقمين مضروبين تانيين مع بعض، يعني مثل 50 زائد 5 ضرب 25 زائد 40 ضرب 50 زائد وهكذا لغاية ما نوصل لتحت. عادة اللي كانت الناس تعملها دايما هي equal وبتضرب ال quantity مع ال unit price، وبنعمل drag and drop لحتى يحصل عنا الضرب لكل هيدول. وليلي ما بيعرف alt plus بيعملكن auto sum، هيدا شورت كات على الكيبورد تحفظوه. alt plus كتير بيفيد بكتير اوقات. طبعا اذا ما كنت تعملوا alt plus فيكن تطلعوا على auto sum، وبالauto sum عاطيكن هو الشورت كات وقايلكن ان الشورت كات هي sum اللي هي alt plus. بنكبس enter بيطلع معنا total. لنشرح السم برودكت، هي الفانكشن تاعيتها. عم ناخد السم برودكت تبع array من F9 ل F26 وarray من G9 ل G26. اذا بنجي وبنكتبوا هيدا السم برودكت فانكشن هون على الشاشة قدامنا، وبنختار ال F9 لل F26، مثل ما انتو شايفين الفاصلة بين الarray والarray والarray، يعني فيكن تاخدوا هيدا زائد كذا كولوم، مش بس اثنين كولوم، مش محدودين بعدد كولوم واحد او اثنين، فيكن تاخدوا كذا كولوم. منسكر البراكت ومنطلع على الجواب، ومنلاحظ هون انه الجواب بكل بساطة هو نفس الجواب اللي موجود فوق. واذا بنعمل عليهم equal فالجواب هو true. وهيدي الشغلة كتير حلوة، لاحظتوا بفانكشن واحد قدرت اعمل عملية حسابية من اثنين فانكشن، اول وحدة اللي هي ضرب العددين ببعض وبعدين جمعهم بسم تحت، وهيدا هو شو بيعمل السم برودكت بالطريقة البديهية. ولكن نحنا حنتعلم شوي طريقة تانية. انا عادة لما بعمل السم برودكت ما بستعمل الفاصلة، بينما انا بستعمل الضرب. ليه بتقولولي بدي استعمل الضرب؟ حاشرح لكم ليش بعد شوي. بس انا اللي بدي اياكم تعرفوه، الضرب هو ان والبلس هي اور، سو انا فيني استعملهم دايما as a nested function. nested يعني بيكونوا موجودين بين البراكت تاعين السم برودكت الريلاتيف اللي انتم بتعرفوها العاديه. لنوضح اكثر السم برودكت واستعمال السم برودكت ولوين بدنا نوصل نحن بالسم برودكت، حنمشي ونيجي نجرب هالشغله. مثل ما انا قلت لكم، مثل ما قلت بالانترو، حنشوف نحن كيف حنستعمل السم برودكت كاونت اف اس، سم اف اس، وحتى كلوك اب فانكشن، لانه حتلاقوا حالكم انكم كنتوا عم تدوروا على لوك اب فانكشن. فاذا بيجي لهون بدي اكتب الفانكشن سم برودكت بالطريقه مختلفه شوي صغيره. ليه؟ لانه انا بدي بس يحسب لي يمكن عدد البرود 1 بالكاستمر 1، فانا بدي احصر الاري تاعي كيف مكتوب. فشو بعمل هلا هون؟ بيجي انا لنقول، بقول انا بدي من هيدا، بس هالمره بدل ما اقول دغري كما او ضرب شيء بدي اقول له equal cost 1 وبسكرها. اذا بعملها بس هيك هتلاقصوا ما عطتني جواب صح، عطتني جواب غلط، لانه السب برودكت ما بتفهم هيدا الفانكشن الا ما يكون في عندكم براكت تاني جواته. وبس يكون في براكت تاني جواته بدكم تضربوا بشيء، يعني انا بدي اعمله ضرب 1 وساعتها بيعدل لي قديش في كاستمر 1 بقلب هيدي الشغله. ليش؟
ليش بدي اضرب بواحد؟ بدي اضرب بواحد لانه لما بجي بعمل هيدي هي true or false operation. فtrue or false ما بيفهمها السم برودكت as the number الا اذا ضربتها بشيء. وبالتالي انا صار فيني هلا كمان اعمل شغله انه انا بدي and، لانه انا بدي and اذا مذكرين، عشان هيك الان بتفيدني بالprod 1. سو فيني افتح براكت، وما تنسوا كتير مهمه البراكتس لهيدول الفانكشنز، وبختار هيدي الاراي وبقول له equal prod 1 وبرجع بسكرها، حيطلع لي في 2 بس، في 2 customer 1 وفيهم prod 1. هل هالشي مزبوط؟ تعالوا نشيك. انا عندي customer 1 هون و customer 1 هون، في عندي اياهم مرة تانية؟ لا. اذا اللي صار عندي هون وانا اعمل هايلايت عليها بس لتشوفوها، انا فعلا ما عندي هيدا التكرار موجود الا واحد واثنين. طيب اذا بختار customer 2، هات لنختار customer 2 ونشوف شو بيطلع، وهي customer 2 كمان 2. طيب اذا بيجي على customer 2 هون وبحط مرة تانية البرود 1، لاحظتوا صارت 3. يعني انا عم بشتغل count if s بسم برودكت فانكشن، وبنفس الوقت انا فيني استعملها على البرود 2. يعني فيني اجي لهون وبختار انه انا بدي اشوف البرود 2 وبشيك كمان عندي البرود 2، ولاتاكد منها 100% انه كاستمر 2 عم بيشوف البرود 2 مزبوط، بعمل برود 2 هون وبنزل لهون كمان بعمل برود 2، ولاحظوا صار الكاونت 4 which is very good. طيب اذا انا بدي اعمل سم للكوانتيتي شو لازم اعمل؟ طب انا بدي الكوانتيتي، بدي اعرف ببرود 2 بهيدول الكاونتس اللي هن بدي الكوانتيتي. كل اللي علي اعمله بعمل and quantity وبسكرها، وهيدي هي البرود 2، مجموع البرود 2 الموجودين عندي 350. وهيك صار عندكم انتو count وصار عندكم sum if، لانه صار هيدا الكونديشن immediately عم يعمل حاله بحاله بـ very simple sum product function. هلا طبعا sum if هتكون اسهلكم، بس اذا كنتوا عم تشتغلوا بكتير operations هيدي الشغلة كتير حلوة وكتير مهمة. وصرتوا بنفس الوقت عم تعملوا look up، لانه بنفس الوقت انت عم تشوف وين في عندك customer 2 مع prod 2 وعم تجمعه. طب هيت لنشيكها بس لحتى نتأكد من الموضوع انه مزبوط. انا عندي هيدا هو customer 2 prod 2، هيدول هن اثنين. هاختار different shade بس لحتى اقدر وضح الكلمة اللي انا عم قولها، وعندي customer 2 prod 2 كمان هيدول. اذا بيجي بتطلع على الكوانتيتي 60 و70، وبيرجع عندي 150 و70، بيطلعوا 350 مثل ما انتم شايفين هون. يعني الفانكشن اشتغل 100%. طيب وطبعا صار فيني كمل مش بس لهون، صار فيني يجيب الconditional sum product واخدها وشوف لوين بدي اوصل. فانا برجع باخد هيدي، انا ما بدي بس sum quantity، بعد ما جبت الquantity بدي كمان sum product، بدي اعرف قديش حقهم هيدول البضاعة، بضربهم باليونت برايس اللي موجودة هون، وانتر عطاني 21,000 which is amazing. لانه اذا بيجي بتطلع هون مع هون هلاحظ انه الجواب 21,000 بكل بساطة. ومجرد ما انا غير من customer 2 لcustomer لنقول 3، هيطلع عندي 420,000 الجواب. واذا بيجي بتطلع على هيدول الاثنين هيدا هو الجواب 10,000، وكاستمر 3 10,000 مرة تانية 20,000. كتير واضحة، كتير سيمبل وكتير بسيطة. الشغلة اللي هلأ حنتعلمها كمان شغلة مميزة كتير، لأنه مثل ما علمنا هلأ أنه الاند تحسب لي الاند، فيني كمان اختار أنه أنا بدي 2 برودكت، بدي شوف برودكت 1 وبرودكت 2، ما بدي شوف برودكت 3 بالكاستمر 2 هون. فإذا جيت أنا بدي أخذ الكونديشن هون غير الكونديشن اللي فوق، خلينا نرجع نكتب السم برودكت لحتى تعلق براسنا ونركز عليه اكثر. ما تنسوا البراكتس، البراكتس كتير مهمين. اخترنا هيدول الكاستمرز وقلنا هيدا الكاستمر لازم يكون كاستمر 2، بنسكر البراكت مزبوط. طيب نرجع نضرب هالمره، انا لاني بعرف فبدي افتح 2 براكت مش واحد. ليه بدي افتح 2 براكت؟ لانه بدي اختار
عمليتين مش عملية واحدة. هيدا بدي يكون equal ل product 1، وأنا هلأ شو بدي أقول له؟ or product 2. فإذا كان product 1 أو إذا كان product 2 بدي إياه يجيب لي الكاونت ويجيب لي هني قديش. فبرجع بياخذ هيدي مرة تانية وبرجع بقول له equal، هيدي بدها تكون product 2، وبحطها وبسكر البراكت وبسكر البراكت كمان مرة وبحط انتر، بيطلعوا 6 مجموع البرودكت 1 والبرودكت 2 لكاستمر 2 مجموعهم 6. واذا بنيجي بنطلع عليهم انا بيجي لهون هيدا كاستمر، عندي 3 هون وعندي 3 تحت اللي هن 6. اذا بيجي بغير مجرد ما غير واحد واعمله برودكت 3 صاروا 5. وهيدي عم تأرجي قديش قوة السم برودكت بالكاونت والكونديشنال كاونت تاعيتها. ومثل ما صرنا كمان بكل بساطة هيدي العملية اللي هي نستد كونديشنز اللي عم نعملهم نحنا، إذا منيجي ومناخدها ومنرجع كمان بنعمل multiply by the quantity، بنعمل multiply by the quantity وبنعمل enter، بيطلع عندكم الكوانتيتي 580. وفيكن تشيكوها كمان للكوانتيتي. بكل بساطة نحنا عم نجمع هلأ كاستمر 2، هيدول البرودكت اللي هن 160، وهيدول البرودكت بيطلعوا 580 أحية تحت هون. amazing. وطبعا اذا بدي كمل هارجيكم بعد هعمل اكتر من condition، هلأ هارجع زيد conditions عليها لهيدي الفانكشن. بدي انا بس اللي منبعين بالجانيوري وبالعشرين عشرين. so all I have to do بكل بساطة بدي اضرب ب هيدا. اها انتبهتوا، نسيت البراكت، كتير خطيرة ما تنسوا البراكت يا جماعة. 20 20، وهيدي كمان بدي اضربها ب افتح البراكت، ما تنسوا البراكت. انا كتير عم ركز على البراكت لانه انا قديش صار لي بستعملها، وكتير من الاوقات بنسى البراكت وبقعد بدي ادور بقى ليش نسيت البراكت وشو صار. وبتعملوا هيك بيطلع لكم 350 بجانيوري السم برودكت تبعنا. سم برودكت لا الكاونت تبعنا. سم برودكت معناتها بعد بدكم تضربوا باليونت برايس ليطلع السم برودكت. وضربنا باليونت برايس، نعمل انتر، 12500 جانيوري برودكت 1 وبرودكت 2 مجموعة 2 12500. هيدا السم برودكت مع كل هالكونديشنز الحلوة اللي فيه قد ايه ممكن يفيد وقد ايه ممكن يساعد الناس بانها تطور من قدراتها اللي هي عم تقدمها بالاكسل. انا اعطيتكم مثل كتير بسيط، كان فيني اعمل بكل بساطة pivot table واحصل على 3 ارباع المعلومات، بس القدرة لأقدر اعملها بهالطريقة اللي هي static اذا كان عندي report او اذا كان عندي مثلا for example اذا عندي invoice عم طلعها او اذا عندي شيء عم بستعمله، هاي الطريقة كتير اهين كتير اسرع، وخاصة اذا استخدمته الداتا فاليديشن. سو انت فكرتوا نسيتكم ما حاعطيكم بونس تيب، في بونس تيب اليوم وهي الداتا فاليديشن. الداتا فاليديشن حاعملها هلا بطريقه كتير بسيطه، وهالداتا فاليديشن حتشوفوا شو عمليه وشو حلوه. هلا حنعمل بعد ما كتبنا هول حنروح على الداتا فاليديشن، بتروحوا على داتا وبتكبسوا على داتا فاليديشن، بنكبس على داتا فاليديشن، بنروح على اني فاليو هون محطوطه، بننزل على الليست، تكبسوا على ليست وبتختاروا السورس. انا هون حاختار السورس، هلا عم بعملها كتير بسيطه يعني فيني اعملها على شيء ثاني، وبكبس انتر واوكي. صار عندكم هون دروب داون منيو، وهيدي حلاوتها للدروب داون منيو، صار فيك تختار كاستمر 1 كاستمر 2 وكاستمر 3. وهيدي كانت البونس ستيب اللي هي داتا فاليديشن. بتمنى قبل كل شيء تكون الحلقه عجبتكم اليوم، وان شاء الله تكون لقيتوها مفيده وتكونوا استفدتوا من شيء يمكن ما انتبهتوا انه هيدا الفانكشن بيقدر يعمل هالاشياء. وإن شاء الله بوعدكم أنه حجيب functions تانيين بالمستقبل، وfunctions كمان بنستخدمها بطريقة غير الطريقة الاعتيادية اللي هو standard way of doing the function. إذا لقيتوا حلقة مفيدة please like، إذا ما عجبتكم dislike كمان تمشي، subscribe شغلوا الجرس ليوصلكم كل جديد. وانتروا الحلقة الجاي يا حنحكي عن function جديد أو حنكمل من سلسلة تانية الموجودة صارت عندي هلأ على اليوتيوب، يمكن نحكي عن Power BI اللي هو كتير advanced analytics وشي كتير كتير حلو بيخليكم تعملوا dashboard وتقدروا يعني تفصلوا البزنس تاعيتكم بالطريقة الغير شكل. ويعطيكم ألف عافية، سلام.